قبل عدة أيام طالبا بإزالة بلدة حوار عن الوجود، أما اليوم فأنكر وجود الشعب الفلسطيني. إنه وزير المالية اليميني المتطرف وزعيم حزب الصهيونية الدينية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسليل سموتريتش. في الحقيقة مشاهدينا، كل شيء قد يكون متوقعاً من هذه الحكومة التي تعد الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، حيث يواصل المسؤولون في هذه الحكومة الإسرائيلية تحريضهم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. فخلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لسموتريتش وهو يلقي كلمة من العاصمة الفرنسية باريس في حفل تأبين خاص لناشط إسرائيلي، حيث قال: لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 عام. وقوبل بتصفيق وهتافات من قبل الحضور. دعونا نشاهد هذا المقطع وبالتأكيد نعود إليكم. لا أعتقد أن سموتريتش سمع عن الكنعانيين. طيب، هذا المقطع أثار حالة من الغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويشير المغردون أنه لا أحد له الحق في إنكار شعب وجد قبل وجود كيان إسرائيلي، داعين سموتريتش إلى قراءة التاريخ الذي من المؤكد أنه لا يعرفه. وإذا أراد إنكار شعب فيجب أن ينكر الشعب أو الشعب الإسرائيلي المحتل. مشاهدين، برأيكم هل ستنتهي هذه الحكومة في القريب العاجل أم أن الفلسطينيين في مرحلة صعبة جدا ولن تنتهي بسهولة؟